كل سنه وانتم طيبين. المهندس خالد حسن مدير عام حدائق الشفاء، كل سنه وانتم طيبين. احنا بقى لنا شهر بنستعد للعيد ومنعنا الاجازات بقى لنا اسبوعين، والحمد لله احنا تمينا استعدادنا الكامله للاستقبال الزوار. امننا الحديقه كويس، اتصالات مع كل فروع وزاره الداخليه من باحث عام باحث نفس، كل فروع الشرطه موجودين عشان يامنوا الحديقه، بالاضافه كمان لثلاث عربيات اسعاف، بالاضافه كمان في عربيه مطافي متواجده في الجزء الخلفي عشان يامن الجنود. احنا طبعا ابتدينا الصيانه بتدينا بالمنشآت الخضراء والاشجار والتقليم ولم المخلفات، والحمد لله الجنينه مستواها النهارده كويس، يا رب نستمر بيه ايام العيد. بالاضافه كمان عملنا صيانه كامله لعمليه الاناره وغيرنا الكشافات وجددنا الكشافات عشان يكون الاضاءه احسن بالليل ويكون واضحه. بالاضافه كمان عندنا صيانه كامله لملاعب الاطفال، بالذات الملاعب طول شهر رمضان كانت متوقفه شويه فعملنا لها صيانه كامله. الطفطف برضه نفس الموضوع، قبلنا الطفطف كويس طبعا عشان هو اكتر حاجه بيقبل عليها الجمهور. بالاضافه كمان هنا عندنا في الجنينه في انشطه ثانيه زي ملاهي كهربائيه وفي رسم وجه بالحنه للاطفال في اشكال جديده وفي مسرح راجوز. الجنينه على تم سعاده استقبالكم وكل سنه وانتم طيبين. بالنسبه يا فندم النهارده في ماتش ومباراه، هل الجنينه عملت مثلا شاشه تعرض فيها المباراه او ما شابه ذلك؟ للاسف احنا فشلنا ان احنا نركب شاشه للحدث بتاع مباراه كاس العالم، لان لها مكلفه ومفيش حد دعمنا من الناس اللي هم عندهم خبره بالمجال ده، فان شاء الله هنعمل استعدادنا بعد كده ان شاء الله، لان الحدث مهم بس استنادي ربنا ما وفقناش ان احنا نقدر نذيع الحدث ده. كل سنه وانتم طيبين. مستنيينك هناك.